بدا يومنا ان نحن تسلقنا، وكان صعب ان نحن نتسلق هالاشياء، لكن بعد تفكير وبسبب تشجيع ربعنا قدرنا نتسلق ونخلص التسلق. وفي المساء تعلمنا كيف نسوي قارب ووديناه في البحر، لكن المشكله كان في اغلاط ومشاكل، لكن رجعناه وتعلمنا الاخطاء وقدرنا المره الثانيه نسبح في البحر ووصلنا للهدف ورجعنا، والحمد لله بدون تعب، بدون بسبب روح الفريق وتشجيعهم لنا ما وقفنا وكملنا، خلصنا كل شيء الحمد لله ورجعنا ونحن مخلصين. وبعد غروب الشمس سنذهب الى مشي ليلي لتعلم البوصله في الاتجاهات والمسارات.